يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. تلقى سانجا؟ دي سانجا شو تلقى دي سانجا. الان عندنا الشروة الثالثة كود N189. الشروة الثالثة الزوج بدولارين و75 سنت، بيع كل الكمية 150 زوج. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نشوفكم الموديلات. صيفي، صنادل وأحذية، كلها جودة عالية. خلنا نفتح البضاعة نصفطها هنا. أنا تيجي ناقي تيجي ناقي. يا الله، هذا عندنا طبعا نفس هذا الموديل بس لون ثاني. هذا نفس الشيء، هذا قياس 245، هذا قياس 240. ممتاز. هاي احنا انا احكي لكم بالقياسات الصينيه بعدين انتم ترجموها. عندنا لوحه، شوف هسه هذا وهذا نفس الشيء لكن طالع عندك اكثر من قياس. هذا عندنا موديل اخر، الزوج بدولارين و75 سنت، هذه 150 زوج، بيع كل الكميه، كلها جوده عاليه. شوفوا البضاعه كلها جوده عاليه، شوف الجوده مالته. هذا جلد طبعا شامو. شوفونه كله جودة عالية، بضاعة ممتازة، بيع كل الكمية 150 زوج. هذا نفس هذا الموديل، طالع به هذا الموديل حلو، مجموعة قياسات. يعني هسه هذا الموديل، هذا اللي هو أسود وهذا اللي هو الأصفر، لكن مجموعة قياسات، فهذا الشيء ممتاز. هذا كلش حلو، شوفونه روعة. الزوج بدولارين و75 سنت، قياسات 35 إلى 40، أحذية نسائي صيفي وصنادل، جودة عالية. هذا نفس ذاك الموديل، نفس الموديل. روعة، هذا موديل جديد على القاعده مالته، هذا يلف على الرجل، شوفونا شلون يلبس، فشي كلش حلو. الكود مال هاي الشروه N189، الشروه الثالثه، طبعا جوده عاليه كلش حلو. يعني شوف الماركه حتى بيها، العلاقه مالتها، الكيس، التغليف مالتها، بضاعه كلش حلوه. من العلبه انت تعرف الموديلات. هذا روعه، شوف القاعده مالته، باعه على القاعده مالته، شوفوها. من اقول لك جوده عاليه اقصد يعني جوده عاليه. اوه كريستال، هذا شوف روعه. تشوفون انتم البضاعه، ولا طلع عندنا واحد وصخ، ولا طلع عندنا واحد بي اي شيء اي شيء. يعني مرات انا بث على بضاعه صراحه يطلع عندي واحد وصخ، يطلع عندي واحد بي شيء، هذا لا، ولا واحد لحد الان. صار لي 3 ايام اصور بالبضاعه واكثر، ولا قطعه واحده طلعت بيها شيء، لان هذا كله جوده عاليه. يعني هذا كله جوده عاليه من المصنع. شوف البضاعه، با 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 روعه صراحه، بعد القاعده مالته، شوف القاعده مالته. الزوج بدولارين و75 سنت، 150 زوج. شوف هذا ايضا كريستال، ومثل ما قلت لكم انا ما ممكن افتح البضاعه كلها، راح لكن احاول افتح بعض الموديلات حتى تشوفوها. شوف هذا شلون حلو. عندي من عتا كميه كلش كبيره، لكن هذا التصوير خاص بهاي الخمس كراتين، لان احنا كل خمس كراتين فتحناها وصورناها واحد. هذا الموديل روعه صراحه، كلش حلو. مع الفيكه مالته، شوف هذا الموديل باع، باع حتى المسامير مالته. خليكم احتياط، خليكم قطعتين احتياط. شوف
شوف الموديل هذا روعة صراحة. البضاعة كلش أنا عاجبتني من أول ما استلمتها لحد الآن. أنا تعجبني بضاعة من تطلع جودة عالية، وأيضا السعر مالته جدا جدا ممتاز، مو ممتاز لا، سعر صراحة بلاش يعني، هيش جودة عالية بهيج سعر أنا أعتبره بلاش، لأن أنا أعرف هاي البضاعة شنو وشون تنباع، هذه ماركات. شوف الموديل هذا باوع، هذا خذ موديل راقي، هذا طلع عندنا هواي من عنده. اللي ما يلحق على هذه الشروة خاف تنباع ممكن ياخذ الشروة اللي بعدها، لان احنا عندنا هواي كلها نفس الكود N189 N181 N189 2، هواي شروات عندنا كلها نفس الكود، لكن الشروة الاولى والشروة الثانية وكذلك. شوف هذا شلون حلو باعوا، بعد تغليف، التغليف شوف التغليف مالته، شوف التغليف روعة. شوف هذا الموديل باع، شوف هذا الموديل شون حلو بعد التصميم مالته. هذه بعد اكو هواي موديلات، لكن مثل ما قلت لكم الحمد لله، مثل ما قلت لكم انا افتح فد شيء بسيط من الشروه، شفتوا الموديلات مالتها وشفتوا الجوده مالتها ايضا، والبضاعه كلش حلوه وشايفين الف خير والسلام عليكم ورحمه الله. هذه الشروه الثالثه كود N189، الزوج بدولارين و75 سنت، شايفين الف خير.